لا يزال شارع عمر وسط الرمادي، ومنذ بدء العمل فيه قبل 10 أشهر بمشروع المجاري لم تنجز أعماله إلى الآن، ليتسبب ذلك التأخير بتذمر أصحاب المحال التجارية والسكان الذين أوضحوا مدى الأذى الذي تعرضوا له صحيا بسبب الأتربة وماديا بعد توقف أعمالهم نتيجة لغلق الشارع عدة أشهر. باشروا بعمليات المجاري، مدوا بوري المياه الامطار، هو لحد الان هاي صار اليوم شهرين متوقف العمل نهائيا تماما بالشارع. زين، اصحاب المحلات طبعا تاذينا من التراب، واحنا ناشدنا اكثر من مناشده، ناشدنا اكثر من مناشده على موضوع الشارع والاستعجال به. في اكثر من شهر ما طلع الايجار، عندي محاسبين 3، عندي مولد، عندي ايجار، كل الايجار بسبب الاعمال اللي صارت صيانه على الشارع. يعني حقيقه احنا التطور العمراني والنهوض اللي صار بالمحافظه يلفت النظر بسرعه الانجاز ودقه الانجاز، لكن ما اعرف الاخوان بالشركه المنفذه، وانا ما اعرف حقيقه اسمها، يعني الى حد هذه اللحظه كنا نتامل ان ينجز العمل خلال 2 أو 3، الان قاربنا سنه، بل انما قد تجاوزنا السنه والى حد الان ما شيء. الحكومة المحلية من جانبها أوضحت عدم رضاها على نوعية العمل، كون هذه المشاريع تحال من الوزارة، مطالبين بإحالة هذه المشاريع الاستراتيجية والمهمة جدا إلى شركات ذات خبرات عالمية. بتقديري الشخصي حسب ماذا أشوف على أرض الواقع، هي ليست في المستوى المطلوب، تحتاج إلى إعادة نظر من قبل وزارة البلديات. إحنا كحكومة محلية اليوم غير قادرين على اتخاذ أي قرار يخص مثل هكذا أعمال، لأن القرار الأول والأخير أقصد الفني والإداري هو بيد وزارة البلديات. لذلك أعتقد أنه اليوم من واجب الوزارة الاستعانة بشركات ذات خبرات فنية متخصصة، ويا ريت تكون شركات أجنبية على أقل تقدير تركية في مثل هكذا حالات لغرض إنشاء مثل هكذا مشاريع مهمة، لأن اليوم الشركات كلها اللي يستعان بها داخل المدينة وخارجها ليست في المستوى المطلوب، أقصد الشركات اللي يحال عليها الأعمال من قبل وزارة البلديات. ورغم ضخامة مبلغ مشروع مجاري شارعي عمر و17 الذي تجاوز 100 مليار دينار، إلا أن العمل لم ينجز إلى الآن. عمر الدليمي، العراقية الإخبارية، الأنبار.